للهريس أول شيء بضيف قطع لحم، وبعدين بضيف حب هريس منقوع إلى كاملة، والماي، وأسكر على الجدر. للهريس استخدم جدر النيوتريكوك الذكي وضغط على خيار اللحم لمدة 60 دقيقة أو ساعة كاملة. لو تلاحظون إن بس في ساعة واحدة استوى عندي الهريس واللحم، ولا تنسون تضيفون الملح عشان ضرب الهريس يكون أسهل علي. بضربه بهالنوع من الهوك في الخلاط، واللي يحب طعم السمن يضيف شوية سمن. وأخيرا نقدم الهريس، وطبعا ما يحلى الهريس الإماراتي بدون سمن.